ليلة 1136، ده 5 مارس 2014، يوم تصوير مشهد الاغتصاب. قلتي في تصريح ببرنامج هيدا حكي ان هذا هو افضل مشهد في الفيلم. نعم، وبعدني عن كلامي وناس كتير انتقدتك. لما تشوفي المشهد هتعرفي عن شو عم بحكي. طب انتي شفتي المشهد؟ هما كلمة اغتصاب مخليه خيالهم يروح، لانه هن خيالهم جنسي. انتي شفتي مشهد الاغتصاب؟ الاشخاص اللي بينتقدوا هيك مشهد لو هما فعلا شافوه مش هينتقدوه، بس هن لانه كلمة اغتصاب بتخليهم يروحوا على مناطق جنسية بخيالهم المريض، فبالتالي كتبوا على الاساس الخيال ده. بس الحقيقة مش هيك يا سمر، الحقيقة مش هيك. لو انت بدك تبني رأي كبير بدك تشوفي قبل ما تقوليش انا ما شفتش قالولي، لانه انت ساعتها انت كمان ككلامك محدش هيقراه. يعني معقوله هيفا كل الناس دي محدش شاف الفيلم؟ كل اللي كتب واللي منع، كل اللي كتب واللي انتقد، نعم. محدش شاف الفيلم؟ نعم، حتى استاذ عمرو اديب لما طلع على الهواء قال انا ما شفتش قالولي، وبناء على اللي قاله الاعلامي الفلاني في على الموقع الفلاني. مين الفلاني؟ مش فاكره اسامي، بس كان في اسامي يعني، واعلامي تاني قال انا ما شفتش قالولي، واعلامي تالت ورابع وناس كتبت بناء على ما يقال. طب شفتي الفيديو اللي محطوط على اليوتيوب وفي مشهد مكتوب مشهد اغتصاب هيفا وهبي ودخل عليه الملايين عشان يتفرجوا ملايين الملايين؟ طلع ايه بقى؟ وطلع ما فيش مشهد. ده دليل ايه بقى؟ انت قولي لي دليل ايه؟ قولي لي انت. مش دليل قالوا له؟ مش ده معناه انه الناس تحب العنوان العريض؟ ده يعني ده معناه وبيأكد كلامك. لما يدخل مليونين واحد على مشهد اغتصاب مش معناته انه التفكير الجنسي هو اللي مسيطر؟ في مخرج محترم عمل الفيلم ده اسمه سامح عبد العزيز. هذا انسان بيعرف كتير منيح يحافظ على سمعة بلده، منه انسان جاي من الشارع. وفي ممثلين وفي اشخاص بنوا هذا العمل، هل هن كلهم كانوا متفقين انه يعملوا عمل جنسي؟ هل انا رح وافق على هالشيء؟ فقلتوا لي يا جماعه انا موافقه ان انا اعمل. على فكره هي المشكله، انت عارفه المشكله في ايه؟ المشكله انت عارفه المشكله في ايه؟ المشكله في هيفا. صح، مشكله في هيفا، لانه لو ممثله تانية اللي عملت هذا الفيلم كان عدى مرور الكرام، يمكن كان ما بعرف شو، ما حدا انتبه. طب ايه السبب؟ الحرب اللي انا بتحاربها، العين علي. من مين يا هيفا؟ من ناس كتير يا سمر، من ناس كتير، وانت بتعرفي هالشيء وحتى المشاهد صار ينتبه لهالشيء. مستقصديني. طب عشان المشاهد يفهم مين اللي ممكن يحاربه هيفا؟ ما مش اسامي، ما هو مش اسم واثنين، اشخاص بيتقال لهم قولوا ده واكتبوا ده واعملوا ده، واتحارب كتير الفيلم وكان هيتحارب كلام على ورق لولا انه احنا انتبهنا لهذا الشيء اللي عم بيصير ومنعناه. نبص على الليله اللي بعدها.